حالة من الحزن والصدمة عاشها الوسط الفني الغنائي خلال الساعات الماضية مع إعلان خبر وفاة الملحن الشاب محمد عبد المجيد عن عمر يناهز 39 عام أثناء ممارسته للرياضة نتيجة إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية. مع صدمة الرحيل المفاجئ والمبكر تصدر اسم الملحن الشاب ترند محرك البحث جوجل، خاصة مع الكشف عن آخر كلماته التي كتبها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، والتي اعتبرها البعض وداعا منه لأهله وأصدقائه، حيث نشر محمد عبد المجيد صورة وعلق عليها قائلا: اللي جاي كله حلو جدا جدا. محمد عبد المجيد هو ملحن شاب ظهر مؤخرا على الساحة الفنية، تعاون خلال فترة قصيرة مع عدد من النجوم، ومن أشهر ألحانه أغنية الصبر جميل، والتي تعاون فيها مع الفنانة مها فتوني والشاعر أحمد العزب، وحققت ما يزيد عن 190 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب. كما تعاون مع الفنانة نداء شرارة بأغنية تعرف إحساس، والفنان محمد السهلي في أغنية سوق نوايا وأغنية العب غيرها، والتي تعاون فيها مع دومينيك حوراني. وأخيرا كان يستعد للتعاون مع الفنانة بسمة بوسيل في أحدث أغانيها، والتي كان من المقرر طرحها في موسم الشتاء لكنه لم يمهله القدر. كانت جمعية المؤلفين والملحنين قد نعت الملحن محمد عبد المجيد في بيان لها وقالت: ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الملحن الشاب محمد عبد المجيد، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدوا برحمته ويسكنوا فسيح جناته ويتقبلوا بأفضل قبول.